حياكم الله مشاهدي الكرام في فقرة صالة عرض، وصالة عرض واللي نستقبل فيها فيديوهاتكم من خلال رقم الواتساب الآن اللي بيظهر عليه، الآن اللي بيظهر على الشاشة. لا من هنا، ظهر من هنا، هنا ظهر. لا بيظهر، لا بيظهر هنا. هنا هنا هنا. لا هنا 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 هنا. عندكم طالع؟ شوف هنا. حطوه علينا. ها. طيب والآن يلا خلنا نبدأ في مشاركة لانا وشيخة. يلا. صدقهم أكبر دليل. أكيد أخوك تركي هو اللي أخذه ويبي يسوي مشاكل زي العادة. جنى أنا آسفة. هنا تعب نفسك شوي راح تلقاها. أنا أعرف رقم جدي. وين الورد حقي؟ هذه المشاركة مشاركة لنا وشيخة، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إبداع إبداع، تصوير جميل، حتى يعني اللقطات جميلة، حتى ما شاء الله خلينا نسويها ممتاز لدينا، لكن يعني للأسف، لكن يعني للأسف الشديد دي مو بموجودة. إي بس عادي أشوفها يعني باليوتيوب لك. إيه؟ بس عادي إن شاء الله تشوفها باليوتيوب. مرحبا، رأيكم؟ جن مرة مرة ما شاء الله فنانة. مرة مرة حلوة المشاركة والمونتاج بعد، يعني المونتاج عجبني بس للأسف دينا مو موجودة، بس تشوف إن شاء الله. إن شاء الله صح للأسف. والآن ننتقل وإياكم بريتال القحيزي، مشاركة ريتال القحيزي، ويلا بينا. تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الحرق ما شاء الله، يعني أنا ما أدري من وين أركز، من وين الحلاوة دي، يعني ما شاء الله، يا أما من التصوير، يا أما من الحركات، يا أما من المكان الجميل، يعني ما شاء الله المكان الجميل، ما شاء الله حتى الحركات يعني ضبطتها 100% ما شاء الله، حتى كمان الأنشودة الجنن صراحة أنا عجبتني، كان ودي أجي. كان ودي صراحة أدي هنا وأسوي الحركات معاها، لكن قلت الحين خلها بتنتهي المشاركة. يلا وانت بعد صايكم. لبسها مرة مرة عجبني صراحة لبسها، حتى الكذب أنا من صغري من صغري وأنا عارفة من صغري مرة 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 مشاركة جميلة، وحتى المكان يعني حلو كذا، في ورود وأشياء والحركات، وحتى الأنشودة مرة مرة جميل، الأنشودة والحركات كل شيء جميل فيها، ما شاء الله ما شاء الله. أصبر
والحين مشاركة شيماء المهاوس، أيوة شيماء المهاوس، ويلا بينا ننتقل لمشاركة شيماء المهاوس. سكاكر يرسم البسمة، سوالف كلها سكر، كل حلقاتنا حلوة. وما شاء الله ما شاء الله، عاد هذه مشاركة قصيرة، هذه مشاركة قصيرة من ريماء المهوش، يعني ما شاء الله مشاركة جدا جميلة وقصيرة للحفاظ على البيئة. وصراحة يعني هي ما اختارت يعني نحافظ يعني مثلا على الشوارع على اي شيء، اختارت البحر، يعني ما شاء الله حتى البحر احنا لازم نحافظ عليه، عشان البحر جدا من المناظر الجميله، وما صح ان الناس تخربه يصير يعني يصير حوسه وما يصلح، يعني ما شاء الله اختارت بدقه، وهي ما قالت ابي اطول المشاركه، خلت المشاركه قصيره ومفيده وجميله جدا. فشكرا لك جدا يا شيماء المهاوس، شكرا لك من القلب. وأحلى شيء أعجبني الخلفية السوداء اللي كاتبة فيها، صراحة مرة مرة تجنني شيء، ما نحبك. وحتى يعني حلوة للصغار يتعلمون منها، يعني أنكم تحافظوا على البيئة، يعني مثلا في البحر إذا رحت البحر يعني ما تذبون الأشياء وسخة، تذبونها بالزبالة يعني. شكرا يا شيماء ونحبك. الحين ربع عبد الله، يلا المشاركة الثانية، مشاركة ديم العريدي، صح ديم العريدي، يلا بينا نشوف مشاركة ديم العريدي. لا 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 لا، سكاكر يرسم البسمة، سوالف كلها سكر، كل حلقاتنا حلوة، تحلي وقتكم أكثر، بكل موعد نلاقيكم بأخبار وسوالف غير، ويلا تواصلوا معنا حبايبنا لكم تقدير، بكل موعد نلاقيكم بأخبار وسوالف غير، ويلا تواصلوا معنا حبايبنا لكم تقدير، وخلوكم على الموعد، أبد ما نقبل التأخير، أبد ما نقبل مشاركتك يا ديم العريدي، يعني مشاركة جدا جدا جميلة، ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى أنا يعني ما اختارت البنت، ما شاء الله ذكية، الصورة هذه صراحة صراحة برنامج سكاكر ديم ديم صراحة، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني ما اختارت أي انتو، لا اختارت انتو برنامج سكاكر، وما شاء الله الصراحة يوم حطوا صورة الورد ما فرقت بينهم بين الورد، ما شاء الله ما شاء الله، يعني حتى فكرتها الأخيرة مع باقة الورد مرة جميلة، يديم حركاتك مو حلوة مرة حلوة الصراحة، ايوه حتى يعني حركاتك اللي في الأنشودة مرة مرة جميلة، والوردة أنت تشبه الوردة، وشكرا. يعني والحين ننتقل لمشاركة ربع عبد الله، يلا خلينا نشوف مشاركة ربع عبد الله. ربع عبد الله، موهوب ومبدع وتقدر تظهر ابداعك واكثر، في نجوم المجد ابشر والجميع فيك بيفخر، الامل فينا لبكره نرسم النجاح بفكره، وانتوا لينا احلى اسره، انتوا للحياه مسار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مشاركة جدا 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 جميلة، يعني ما شاء الله تبارك الله. ربع عبد الله هي سوت لنا، اللي مو فاهم المشاركة، ربع عبد الله سوت لنا تصميم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنا من النوع ترى مرة مرة أحب التصاميم، وحلمي من حياة يعني إن أحد يصمم لي، يعني صراحة وأنت يعني حققتي هذا حلم، وشكرا لك، يعني ما شاء الله، حتى يعني ما شاء الله بالمونتاج مرة حلو،
مره مره يجنن، حتى اللمعه اللي حطيتيها مره جملتها والحركات مره اروع. احبك مره مره يا ربا، حتى ما شاء الله التصميم حلو والمونتاج، حتى الانشوده تضبط معها ما شاء الله، بس احبك. والحين مشاركه وسيمه وساره ولا بس؟ يلا مشاركة وسيم وسارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم برنامج سكاكر ونورة ودينيا وأميرة. اليوم أتينا بفيديو ومشهد جميل مع سيمة وسارة، وهيا بنا. نعم يا أبي تابعته وقد أعجبني كثيرا، وكل يوم أحد بين المغرب والعشاء تأتي حلقة جميلة من برنامج سكاكر. هل تابعتي يا ابنتي برنامج سكاكر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله، مشاركة جدا جدا جميلة، وبالدمع وبالعرايس يعني ما شاء الله. وانتم ايش رايكم؟ مرة حلوة، حتى الفكرة مرة اسطورية، عجبتني مرة، حتى ما شاء الله تحرك الدمع، ما ادري شلون تحركها، مرة جميلة، مرة 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 جميلة. بس الحين مشاركة لي سلمى. ايه رسمة من لي سلمى حلوة. الله سكاكر حاطه هنا مره حلوه، هذا لوجو برنامج سكاكر يعني فنان مره حلوه، حتى حاطه نفس الحركات بالضبط مره بالضبط بالضبط. احبك مره مره يا دين. طبعا هذه دين بنت صديقة ماما، أحبك مرة يا لين. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، رسامة رسامة، حتى لو تلاحظون نفس لوجو البرنامج بالضبط بالضبط، حاطة الكيكة وحاطة نفس الآيس كريم والوجه الحلاوة ونفس كل شيء ما شاء الله تبارك الله. مرة 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 ما شاء الله جميلة الرسمة، حتى الألوان نفسها مرة مرة جميلة مرة. أحبك يا لين. ووصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام صالة عرض، يعطيكم العافية. يعطيك العافية.